تراس معالي رئيس الوزراء تهيمي بدكي البير الاجتماع الدولي حول تقييم الوضع المالي في البلاد، حيث شاركت في هذا الاجتماع الوزارات المعنية والمسؤولين الماليين في البلاد. طرحت من خلاله استراتيجية جديدة للتغلب عن الصعوبات والأزمة الحالية. حسن درموت ومزيد من التفاصيل. في إطار الاجتماع الدوري الذي يترأسه معالي رئيس الحكومة فاهيمي فتاكي البير لتقييم الوضع المالي في البلاد، عقد صباح اليوم تحت إشراف رئيس الوزراء اجتماعا تناول المجتمعون خلال هذا الاجتماع كيفية تحسين الأوضاع الراهنة بالنسبة للدخل المالي للدولة. وفي بداية الاجتماع قدم تقرير الاجتماع الماضي وتعرف خلاله المجتمعون على الإشكاليات التي تقف أمام تقدم سير العمل، وذلك في نقص الإمكانيات في ظل هذه الصعوبات. قرر الاجتماع وضع استراتيجية في توجيهات أخرى للتغلب على هذه الصعوبات. وعقب هذا الاجتماع لقت أمينة الدولة في المالية والميزانية بنات تشاليت سو الصعوبات ده جاي من وين؟ جاي من الرجل. الرجل ما عندهم الإمكانيات اللي بخدموا بزيادة. ده خلانا اليوم ده كل كي فوكاليزي في إمكانيات أن ننتم لرجي اللي بخدموا خدمتهم بزبط وبجوبوا بخلوا الرسالة ده بزيد. هذا ونشير إلى أنه خلال هذا الاجتماع أعطى رئيس الوزراء فاهيمي فتاكي البير تعليمات صارمة إلى الجهات المعنية بضرورة العمل بجدية من خلال تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار زيادة الدخل والموارد المالية.